أزول، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزرار مدن تمازيغ. في حلقة المقاربة والمقارنة بين التنوعات الأمازيغية، نبي نقارن اليوم بين تاجارغانت اللي هي ورقلة وتنفوسيت في منطقة ورقلة في حدودها الجغرافية لوادي مزاب اللي يبعد تقريبا 250 كيلومتر عن أغلان، وهو طبعا في وسط الجزائر. اليوم وجب القول أن منطقة ورقلة فيها مجموعة من القرى محيطة بها، مثل نقوسة، تيماسين، توغرت، بوسمغان، البيض، عسلة، نعامة، مغرارة وغيرها. المهم منهم طبعا من تعرب لسانه تماما للأسف، وكذلك لاحظوا بعدين مع بعضنا أن الأثر الزناتي في التنوعات اللغوية واضح جدا، وزي ما كنا بنجوع لها بعدين بالتفاصيل. وجب القول أيضا أن هذه المدينة، مدينة ورقلة، ترتبط عقائديا بالمذهب الإباضي إلى يومنا هذا، وهذا كما هو الحال في جبل نفوسة ومزاب وجربة، كذلك مرتبطين بالمذهب الإباضي. أنا شخصيا لدي أصدقاء من ورقلة في عمان يدرسوا في معهد العلوم الشرعية، غادي نتحدث معهم غالبا بالأمازيغية، لكن الردود متاعهم غالبا بطومزاب بحكم اختلاطهم بالمزابين يعني كثيرا، وقليل ما سمعت منهم كلام ورقله الصرف طبعا. وعلى فكرة احنا في مؤسسة التوالد عندنا تسجيل صوتي للشيخ علي حمعمر مع بعض التلاميذ اللي في معهد الحياة في ورقلة في أرشيف توال طبعا، يتكلموا ويقارنوا بين النفوسية وتاجارغانت. طبعا هيتبين لكم التنوع الصحراوي والحالة الرابطة يعني مع كل أير وغيرها في بعض الخصائص، ومع حتى أوجلة في ليبيا وجزء من غدامس، و يعني التقارب هذا كله مع ورقلة. خلينا ندير هنا مسرد ببعض الكلمات المشتركة بين النفوسية وورقلة، وبعدين نجيبوا بعض الخصائص متاع ورقلة هذه اللي تختلف فيها عن نفوسة أو العكس، ونجيبوا حتى بعض التنبيهات النحوية ونقارن بين الاثنين بيضاح أكثر طبعا، يعني بيضاح أكثر حتى في الحلقات الجديدة. نبدو مثلا بأعضاء جسم الإنسان، فمثلا هم يقولوا إيخف، زاو، طفرداست، فرطاس اللي هي الصلعة، تاكرمت، إيري، أودم، تمارت، طيط، إم الطاون، تيميوين، تمجيت، تينجرت يعني تينزرت، وهذه حنجيبها بعدين، إيمي، تغمشت، تيمست، إيلس، تيكوفاس، تقرجومت، إدمارن، أول، تشا، تا، إمرفط، إنرفط، آدان، تميط، تغروط، تدخت، تدخت، أغيل، إغلن، إغص، فوس، ضاد، ضار، لاحظ مش أضار مش أضاط، تاغما، أشر، إنرج، إنرز، تدونت، إفادن، أيشوم، بدل من عيسوم، أقليم، أدوف، تمدورت، إيمان، إلى آخره. الحقيقة أنا خرجت عن جسم الإنسان. نجيب مثلا بعض الأمثلة من الحيوانات، الأشياء المحيطة بهم، يعني المنطقة شبه صحراوية هذه واحات، ففيها بعض الحيوانات المشتركة مع جبل نفوسة وحيوانات كثيرة، فمثلا تسكورت، تيخشي، تيخسي، إيغيد، جادور، كفاو، تغليت، أيدي، أوشن، أغول، أغيول، أجرو، ألم، ألغم، العين سقطت هنا، إنشي، إنسي، فيغر، تلفسة، تتا، تكتشات، غاردمت، تلف كرونت، تيازيط، أتبير، طيضة، العلقة، تيسكين اللي هو البعرة متاع الماعز فقط، لكن هم يقولوا في الحيوانات كلهم، تيليت، تمورغي، جغللو، جغلال، يعني الحقيقة أراه المسرد هذا طويل هلبة،
تقطفين، فرططو، الحشرات، تقلقيس، إلى آخره. هلبة 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 كان نخرب من قاعمز ونقعد نسرد في الكلمات المشتركة. وهذا مش الغرض أن نسرد كلها، لكن غرب أقول لكم الحالات المستعملة بصفة يومية، كيف التقارب بين الاثنين وكيف الاثنين من أصل واحد، وهذا اللي نشوف فيه ديما في التنوعات المزغية. بعدين حنبين بعض الفروقات وحنبين أشياء كثيرة تتعلق بهذا الموضوع. مثلا جيبوا على الطبيعة، احنا تكلمنا على الحيوان وعلى جسم الإنسان وإلى آخره. لو جبنا أشياء من الطبيعة نلقوا كذلك تامورت مثلا، أجنة، تزيري، تفيتة، تفويتة، أدرار، تشلش، تلست، تشلش، لاحظوا هذا مع غداء بعدين جيبوها بدل تلس، أدغاغ، تيمشمت، تالا، تبروري، أضو، أمزر، أنظر، أصمودي، إيجدي، إشغارن، إصغارن، تيرجين، تجديت، تزديت، إفري، تدرت، تورت، أوكومار، العرف عمونا، المهمة، إمهران، الجيران عموما احنا عندنا طبعا وينها السطوح، تزقى، هي الغرفة المؤونة بس عندهم مخصصة بدل العام زي نحن، تيشيت، تيسيت، أم الشيدار، أم السيدار ذات المعيشة يعني تمدرت وسدر إلى آخره، تينضلت، تيمنضلت، أبريد، تيجمت، تجمط، النفسية القديمة، المعبر. يعني لا يمكنني الجلوس هنا والحديث بـ 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 بإسهاب عن كل هذه الأشياء، ولكن خلينا نخش مثلا في أشياء أخرى داخل البيت زي المأكول والمشروب إلى آخره. أمكلي، أمنشي، لاحظوا أمنشي مش أمنسي، أمان، تقوم مؤمان إلى آخره، أيشون بتمنى أيشون تكرناها بكري، تادون تكرناها بكري، أريتي، آرن، أغرم، أملول بدل من أمنون، تيني، تغيوين، تميمت، تممت، تيرفاس، إمندي، أرمون، أغي، أودي، أدخش، أدغس، تلوستي، بعد ما تلوستي، تيسنت، أون، شامن، بل نجد حتى كذلك الأدوات، ذكرنا بعضها بكري، تغنزيت، بعد ما تغنزيت، تزوضة، تنفرط، تنفرط، تسجنين مثلاً، يعني أدوات هلبة وشيء هلبة حنجيبها ومش حتنتهي. نقول مثلا الألوان، الصفات، النعوت، عمقران، أزقرار، أجزول، أزقن، إمكرض، تواغيت، إدريمن، أجوار مثل أزوار، أملال، أزقاغ، أجقاغ اللي هو أجقاغ أزقاغ، أوراغ، أزيزاو إلى آخره، أدل. ربما من المفيد الانتقال من هذا إلى الأفعال، فمثلا يشاء، يشوى يعني يساء، يتشاء، يسوى، يشوى، يلوز، يفود، يظن، يوزاء، تشوت بدل من تسود، يكمز، يسلى، يزرى، يفظ، يرى، يلول، يكرف، يسوسم، يكر، يشيرد، يزنز، يسرد، يرطل، يصغى، يناء، يتو، يخساء، يقد، يقد، ترجيغ، ترجيغ يعني تفرجيغ يعني حلمت، رجيجيغ، يتاري، تيرة طبعا، يتفرجي، يرجي إلى آخره. بل حتى الألفاظ الملكية زي ما يقولوا اللي هي البابا، يما، حنا، يما، يلي، تروى، أرى، أمّا، أيتما، أوتما، إشتما، إستما، باتي، أرجز، تمطوط، أسلي، تأسليت، حتى الكبار في السن، أو الشارت، أو الشارت، بعضاً تو السارت أو السار، أم دوكل، أجرت، أجوجيل، يعني تطابق تام طبعاً في الكلمات، لكن زي ما قلت بنذكر الملاحظات بعد هذا. مثلاً حتى الأسئلة، لو بتسأل الأسئلة العادية تجد نفسك تقول مثلاً ماني، ممي، بدل من ملمي، سقطت اللام عندهم، وهذا السقوط حنتكلم عليه حتى هو بعدين. ممو، ماتا، ممك، ألمي، إماتا، كلها نفس النفوسة طبعا. عندك حتى الظروف، دا، دين، تا،
قسات الزيت طبعا، سدو أمس جار إديش إديس أنفوشي بد من أنفوسي ولا أنفيس أظلماض أشو أشناض أسو طبعا أصناض أسقاس أو أسقاس ناطين أسقاس يعني يور غبشة غبسة إيض أش تمديت هيور إمارو أشا تاجرست أنبدو تظليت لا أدري ما ذكرت هذا. المهم التوقيت والآخرين، فشاهد أن فيه تطابق تام في الكلام النفوسي والكلام الورقلي. ولاحظوا هنا في الضمائر زي عند الأثر الزناتي في كلامهم، ونجد هذا بعضه موجود حتى في نفوسه. فمثلا يقولون نشين بدل من نتش مطعن، وأحيانا يقولوا حتى نس ونسين، الشين تقلب سين، شكين سكين، شميم شكمي شكنيم، شنيمتي، والباقي متطابق لين نتت نتا ونتنين وإلى آخره. الضمائر الملكية النيو النك النس النسن بدل طب، ويقولوا تصور يقولوا النا بدل من النغ، الغاء طاحت هنا، وهذه ذكرناها من بكري قضية سقوط الحروف عندهم والاختصار. وعندهم اختصار شديد في الضمائر الملكية. مثال لو قلنا مثلا النو أو إينو أو إيو نجدها مثلا في كل تمزغة، لكن ما فيش هذه أو أول مرة نسمعها في حياتي. يقولوا مثلا أي دي أو معناها أي دي نو، إيمن دي أو إيمن دي إيو أو إينو أو النو، تزقى أو، ولكنها ترجع الإيو هذه ترجع الإي في حالة تنتهي الكلمة مثلا بمتحرك زي ما يقول زاوو زاويو أو ويو إلى آخره. فقضية الاختصار هذه يعني تم في غياب الحرف المتحرك في نهاية الكلمة، لكن زي ما قلنا زاويو لكن أيدي إيو أيديو تزقى أو فقضية الاختصار هذه أول مرة نسمعها في تنوع أمازيغي أبدا، يعني أن نعرف أن إينو مثلا تصبح إيو ولا إنو تصبح إينو بعدين إينو تصبح إيو، لكن إيو تصبح أو هذه أول مرة نسمع بها. وهذا طبعا خاصية زي ما يذكروا ويمازحوا الأهالي المصابة عليهم، يقولوا أنهم هم يختصروا في الكلام ويأكلوا في الكلام ماكلة بحيث أنك أنت الكلمات تمشي بسرعة. وفيه مثال ثاني ربما يصح علي أنني نذكره مثلا، اللي هو مثال مثلا إيديس ديدس إيديس ولا ديدس معه يعني، نجدها مثلا مختصرة في بعض التنوعات الأمازيغية إيس مش مشكلة. فمثلا لكن مش بمعنى معه رهوة، فهي اختصار من ديدس ولا إيديس اللي هي مستعملة في نفس التنوع هذا الورقلي. مثلا نتشين إيس مش يعني أنا وهو، نتشين إيس مع أن إيس تستخدم في التنوعات الأمازيغية الأخرى كلها بمعنى له، لكن هنا معه. ربما يعني هناك خصوصات ربما نجدها موجودة عند أوجلة مش في نافوسا، نجدها في أوجلة في ليبيا، ونجدها كذلك في غدامس في بعض الحالات، اللي هي قلب الشي الكاف شين والشين سين. فهم يقولون بدل من شراء سراء، وسيغ بدل من وشيغ، إيديش بدل من إيديس، أنفوشي بدل من أنفيس أنفيس ولا أفوسي، أشو بدل من أسو، تيغمشت بدل من تيغمست. فالسين والصاد هنا في هذه الحالة تصبح شين، تشا بدل من تاء، أيشوم بدل من أيسوم، توشوت بدل من توسوت، اشتما بدل من ايتما، وهذه موجودة عند التنوع متاع هجار والآخرين، أو الشار بدل من أو السار، تو الشار تو السار والآخرين، افشوش بدل من يفسوس بمعنى الخفيف، تشيرت بدل من تاسيرت، تشنيت بدل من تسنيت، اشغارن بدل من اصغارن، شيرد بدل من سيرد، ادخش بدل من ادغس إلى آخره. فنجد مثلا هذه إنشي في الحيوان مثلا بدل من إنسي، هذا كله قلنا بكري. مثلا تشلست بدل من تلست، على فكرة تشلست هذه التاء تصبح تشا، نجدها في غات بكثرة في حالة الجمع.
تشي سنت مثلا بدل من تي سنت، تنفس بدل من تنفس القصة. هناك أيضا تغيرات مورفولوجية أخرى يشتركون فيها مع أمازيغ مثلا الجنوب، منها مثلا أمجدار بدل من أمزدار، أنز بدل من أنج، لاحظ الزين والجيم بكيف يقولها إنرز وإن إنرز، هذيك حتى هي كيف تقلبت إلى جيم. تغن زيت بدل من تغن جيت، تزر تيلت بدل من تجر تيلت، أجال بدل من أزال، أصديد بدل من أجديد، تجديت بدل من تزديت، تجديت تزديت. طبعا إنرج زي ما قلنا بكري بدل من إنرز، فلاحظوا الجيم والزين والتبادل هذا كثيرا. ووجب القول أيضا أنهم غالبا يحذفوا في أدوات التذكير في المفرد المذكر، فمثلا فوس بدل من أفوس بكري قلناها، ضاد بدل ضار مثلا بدل من أضار، وفود بدل من أفود، ضاد بدل من أضاد إلى آخره. وهذا شبيه جدا طبعا بغرب نفوس اللي هم يختصروا في الكلام ابتداء من فصاطه لعند لالوت، أو من جادو لعند لالوت، وهذا نجده كذلك عند الأوراس كذلك. وأريد أن أذكر أيضا في هذه المناسبة أن مهمة التعليم زي ما نذكر دائما، التعليم هو إرجاع الألفاظ إلى أصلها، تبقى التنوعات كما هي، ولكن يجب في حالة التعليم الرجوع إلى أصل الكلمة، القيام بالتصحيح اللغوي ببناء على عدة عوامل، منها المقارنة اللغوية، التصحيح الصوتي، المشترك اللفظي، ومن ثم الخروج بإدماج الكلمة أو الكلمات أو كذا في المنظومة التعليمية، ويصبح هذا هو المشترك اللغوي. وهذا اللي نقوم به في التعليم في ليبيا، وأعتقد هو ما يقوم به في المغرب، اللي هي يعني حتى نصل إلى الرصيد المشترك بين كل الأمازيغ. طبعا في المناهج التعليمية اللي بأخذت فيها بدون أدنى شك بعين الاعتبار التنوعات الأمازيغية جميعا في كل مراحلنا من الأول الابتدائي حتى السادس الابتدائي، وبما في ذلك على فكرة تاجراجانت اللي هي كتب كلام ورقلة. يعني استفدت كثيرا من التنوع المزابي والورقلي وكل التنوعات الأمازيغية زي ما قلت، ورجعتها إلى المشترك اللفظي بين الأسماء الأمازيغية. على أي حال، إلى حلقة تانية نتكلم فيها عن القواعد، وكيف أن القواعد التي توصلنا لها والخيارات الورقلية أحيانا، وكيف أن هذا كله ما كانش قضية اعتباط بس، وإنما مبني على طريقة علمية في اختيار الكلمات، ويجب الاستغناء في حالة التعليم عن الخصوصية المحلية، وزي مثلا قرب السين شين هادي والزين جيم وغيرها، لا يمكن توحيد الأمازيغية إذا بقينا احنا متشبتين على هذه الفوارق اللي هي الجهوية. على أي حال، تنمرت من ولا حلقة جاية حنتكلم فيها بإسهاب عن التصاريف النحوية، ونتكلم فيها عليه يعني الأفعال والتصاريف الأفعال والأشياء هذه كلها اللي هي اللحمة أو اللبنة اللي تبني في جميع التنوعات الأمازيغية، ونشوفوا كيف إن هي كلها مشتركة بينهم. تنمرت نون، وإلى حلقة تانية إن شاء الله. تنمرت.